وعود غير انتخابية. قبل موتي سأطبخ كل البحر الأبيض المتوسط بغلال بحره حساء تونسيا دافئا لجميع أفواه الأرض. لن أحتاج في ذلك إلا أن يكون بركان جبل إيتنا الصقلي موقدا لهذا القدر العظيم، فقط مدة ربع جوع مشرد تونسي واحد على قارب موت باتجاه أوروبا. قبل موتي سأقص كل الخيول الأصيلة إلى النصف لا أكثر، وأصنع منها شعرا أنيقا لرؤوس صلعاء من السرطان، رؤوس صلعاء تعيش بالشعر حتى ينبت شعر الله فيها من جديد. الخيول أخبرتني أنها ستكون سعيدة بذلك. قبل موتي سأمضي محضر اتفاق عاطفي مع الله حتى يكيف لنا السماء بردا في الصيف ودفئا في الشتاء. قبل موتي سأحفر بيدي قبرا عظيما لوطن كان جميلا، سأعض على عضلات قلبي كتونسي ثائر وأدفنه بيدي حتى لا تدفنه الغربان بعدي أو ربما قبلي. قبل موتي سأصنع لي قلبا تونسيا كبيرا أسنده بمضخة رئوية لمفاعل نووي معاصر حتى أحب حبيبتي أكثر، بل حتى أحبها أخطر. قبل موتي سأحفر لابنتي الصغرى بئرا ينز بالشوكولاتة ولا ينضب. قبل موتي سأصنع لابنتي الكبرى لسانا يحكي البشر من ما قبل اللغة إلى ما بعد اللغة، من رمي الحجارة للإشارة حتى اجتماعنا المعاصر كي لا نقول شيئا. قبل موتي سأشتري لأمي جبلا من العجين البيولوجي يحترم رهافة أمعائها، كتب عليه خال من الجلوتين وسيكفيها لما بعد عبور صراط الرب. نسيت، قبل موتي سأصلي لله عاريا عند الفجر وأختلس من سمائه أذنا واحدة وحلقان أهديهما لأبي، وسأصنع له حبالا صوتية خشنة من حلفاء تونسية عطشة بقلب السباسب حتى أسمع صوته مرة واحدة قبل القيامة بشكل جيد، ثم أغادر لأحكي للرب بقية الحكمة. صديقي محمد معلا فيما يتعلق باللغة التي يعتمدها أنيس عبيد. صديقي محمد يذهب إلى أنها لغة سهلة، إلى أنها لغة تنحو تقريبا إلى التبسيطي. أنا أختلف معه تقريبا كليا في هذه المسألة، وأعتبرها يمكن أن نصفها بأنها لغة سلسة وليست لغة سهلة. لماذا سلسة؟ سلسة لأنك لا تشعر بالتعقيد وأنت تتابع البناءات والمعاني في النص، وهناك تكمن قوة النص، هنا قوة النص، القوة اللغوية في النص. لكن عندما تتأمل النص ستجد فيه الكثير من الصنعة، بل ستجد أن هذا النص قد كتب مرات عديدة، قد كتب وأعيدت كتابته إلى أن استوى بهذا الشكل. وأنا نفسي عندما قرأت هذه النصوص للمرة الأولى بدا لي الأمر كذلك، لكن بمناسبة تقديمها دققت في بعض النقاط المتعلقة باللغة
فوجدت أن فيها الكثير من الصنعة التي تبدو كما قلت بسيطة لكنها في غاية كبيرة جدا من التركيب، خاصة ما قلش من التعقيد لكن من التركيب. هذا تحدثت عنه سابقا خاصة فيما يتعلق بالمسائل التقنية بعد إذنك أستاذ فيصل، يعني مثلا فيما يتعلق بالاستعارة أو التشبيه أو مختلف الأساليب أو حتى الأبنية اللغوية، تجد أنه يعتمد استعارة مبتكرة، ما يسمى في النقد الحديث بالاستعارة الحية لميتافورفيل، وهي استعارة تكون وظيفتها القبض على المعاني الجديدة وبناء معاني جديدة، وليس مجرد إعادة معاني سابقة تحولت من استعارات حية إلى استعارات ميتة أو إلى مواضعات لغوية تستعمل هنا وهناك ويستعملها كل الشعراء. هذا البعد هو من أهم الأبعاد الذي جعلني أميل إلى القول بأن هناك اتجاها شعريا في نص أنيس عبيد يلتحق من خلالهم مع مجموعة من الشعراء الآخرين ربما أعلنوا أنفسهم شعراء قبله بسنوات. أذكر مثلا الشاعرة سامية ساسي، أذكر الصديق الشاعر من الشمال الغربي صديقنا طارق الناصري في مجموعته العاديات، يتحدثون بلغة تبني العالم عن طريق تشكيله بلاغيا ولغويا في مفاهيم جديدة ومن زوايا نظر جديدة، فتبدو سهلة لكن سي محمد عندما ندقق فيها نجد أنها مركبة ليس فقط على درجة واحدة وإنما مركبة على طبقات، ويتداخل فيها الفلسفي مع الأدبي مع الديني مع السياسي، لكن يتداخل بشكل لا نلاحظه لأنه لا يتداخل بشكل فجد. أنيس عندما يتحدث عن الكرسي الأحدب يمكن أن نأخذ هذا على أنه استعارة سياسية، لكنه لا يتحدث عنها بطريقة مباشرة إلا في بعض الأمثلة، وأنا أعتبر أن هذه الأمثلة عندما يصف البرلمان والتلفاز وكذا أعتبر أن هذه الأمثلة تحدث كذلك عن الرضا، يعني الخطاب ضعف قليلا لأني تعودت أنه يكون في مستوى أعلى في بنائه في بناء المعنى عندما ينحو أحيانا إلى المباشرتية، يعني عندما لا يكون النص مباشرا لا يعني أنه غامض، لا أتحدث عن الغموض والوضوح هنا، أتحدث عن السلاسة وعن التعقيد المبالغ فيه الذي يجعل النص غير قابل للقراءة. فالنص في النهاية ليس أنيس عبيد هو من يبني المعنى في النص، وإنما أنا أشاركه في بناء المعنى عندما أقرأ النص، لأنه لا يوجد نص له معنى جاهز وإنما يوجد نص يقرأ وينتج المعنى من خلال عملية التفاعل بين القارئ والنص، حتى أن الشاعر نفسه ليس بالضرورة أن يقول ما يريد قوله. نعم، لو نقارن مخلص هذه المجموعة الشعرية حواس ملوثة بما ينشر في السنوات الأخيرة، لأنه عملية النشر أصبحت بكم كبير جدا وخاصة أمام التواصل الاجتماعي، أمام ما ينشر في التواصل الاجتماعي الكل يريد أن يقدم نفسه شاعرا مبدعا. حتى لا نعقد الأمور يمكن تقسيم المشهد الشعري في تونس إلى مجموعتين على الأقل، إلى مجموعة تتعامل مع الشعر باعتباره رؤية للعالم، ومجموعة تتعامل مع الشعر باعتباره فسحة نفسية يسلي بها نفسه ربما، وهذا ينعكس على مستوى النص. فتجد نفس الموضوع يطرقه شاعر مثل أنيس أو شاعر مثل سامية تاتي، لكن تجده في درجة من الرقي كبيرة جدا مقارنة بالموضوع نفسه عندما يطرقه شاعر أو شاعرة بطريقة أخرى أو بمستوى آخر. فعندما نتحدث عن الجسد مثلا، بعض النصوص عندما تقرأها تتساءل ولماذا تصف الجسد؟ مع أنيس مثلا الجسد يتحول إلى لعبة في اللغة تتشكل
يشكل عن طريقه معاني عميقة ولها خلفيات إيديولوجية ولها خلفيات سياسية إلى غير ذلك، يصبح أساسا للقراءة لقراءة العالم. بعيد عن الابتذال، ما يسمى الابتذال بعيد كل البعد على الابتذال، وإن كان النص راه ككل نص، حتى نصوص المتنبي حتى نصوص درويش أحيانا ترتفع وتنخفض. أكيد. أستاذ محمد معلا، تعليق على ما قاله مخلص. هو الحقيقة ما ذهب إليه مخلص هذا ما يعني قصدته بكلمة بعبارة سهلة، معي مصطلح سهلة، ربما يعني مصطلح سلسة يكون أسلم. نعم، هنا نحب نعرج على يعني ما قيل لأبي تمام وما وكيف رد. قيل له لماذا تقول ما لا يفهم، فقال ولما تفهم ما لا أقول. هنا ثم يعني ثم مدرستين في الشعر، مدرسة نتاع أدونيس عندما تقرأ النص بغموضه المغلق أغلق من الكسب الأشعري، ونص نزار قباني، نص نزار قباني اللي هو نص يعني ثالث يعيد يعني كيف نقوله ثالث يعني راو أو سهل، قلت سهل أنا ليس اللي يعني فيه ابتذال، لا ليس هذا، بالعكس ربما يكون أصعب من أنه يعمل يعني يمشي في المدرسة الأولى. لا، هو نص ثالث أو سهل أو ثالث بمعنى أنه نص يقرأ العلاقات بين مكوناته اللغوية ليست فجأة. القارئ العادي يستطيع قراءة هذا النص، القارئ الأكاديمي كيف ما في مخلص يستطيع، وانا نعتبر نفسي قارئ عادي للنص بس قارئ احيانا بعض الخطب السياسية اصبحت شبيهة بقصائد نزار قباني على غرار قصيدة المهرولون. نعم، عندما نشرها في التسعينات من القرن الماضي اصبحت نسمعها لدى عديد الزعماء العرب، لانه النص الكلمة. نعم، النص الشعري او الكلمة يعني تعبر او ليه يعني ربما صورة معقدة شوية مش نقولها، مش هي اللي تخطف، مش الانسان هو اللي يخطفها والمتكلم اللي يخطفها، هي التي تخطف المتكلم فيصبح حبيسها. لذلك بعض يعني بعض الابيات الشعرية عمرها يعني مئات السنين وهي الى الان يعني نوظفها. هذا على حلم ونصف، والرؤيا لم تستوي بعد، ظهر الأفق الجميل صار أحدب. على فقر ونصف، جمع غريب يسمى شعب جاء، الطفل قط يلعق حافره، وسهل الشمال الخصيب أجدب. على جائحة ونصف، القوم الغريب يصعدون إلى الموت الحميم في تؤدة، بنصف خطوة في نصف دولة، وفي انتظار حدث رديء ليس لهم سوى ربع سجدة. على قلب ونصف، أستوي حينا وأزعم أن الهوى في على ما يرام، لكن المقود العاطفي مني كثيرا ما يفلت، فأعود غريبا إلي إلى الوحدة. على ركبة ونصف، الفكرة الجامحة في قلب الرواق تماما على خالص الأهبة، تربط خيوط حذائها وتنتظر الطلقة. على رفقة خفيفة ونصف خفة أخرى، لا صديق لي سوى أجمل المجانين في الرحلة، وهذا معتوه المدينة يرتب أفكاره المشوشة، إلى ريف العالم قد رحل يتأمل القدر الغامض القادم من فوق ربوة. على لا شيء وأنصاف عدة، أمضي وأمضي وأمضي، ولا أخاف في هذا الحشد الغريب سوى الردة.
قدمي تسيل في الريح، ويدي تبدو كما لو كانت تطلق الطلقة. شكرا. نستمع إلى ميدبسيريس ونعود. حال منتشرون في جهات مختلفة من البلاد، وهذه الظاهرة تتميز بمجموعة من الصفات في مستواها الفني، في مستوى توجهاتها. لذلك أميل إلى القول بأن هناك حركة شعرية بصدد التكون حاليا في تونس، ولا بد من الانتباه إليها من قبل المهتمين بالشأن الأدبي والشأن الثقافي. نعم، أهم الملامح العامة لهذه المجموعة الشعرية لأنيس عبيد. مجموعة أنيس عبيد تتميز بخلفية عميقة لها مجموعة من الروافد كما ذكرت سابقا. نعم. عندما تقرأ قصيدة لأنيس عبيد فأنت تعرف مباشرة أن هذا الشاعر له خبرة علمية كبيرة، خبرة ثقافية، له اطلاع على المدارس الفلسفية والمدارس الأدبية، له دراية كبيرة وقدرة كبيرة على صياغة اللغة بطرق متنوعة وبطرق عميقة. فعندما نقارنه بما يحدث بما يكتب وما ينشر في الساحة الثقافية نلاحظ أن هناك نوع من التميز في طريقة بناء الخطاب الشعري. أستاذ محمد معلى صديق أنيس عبيد ورفيق دربك، قراءتك لحواس ملوثة. حواس ملوثة وهي المجموعة الأولى للصديق أنيس عبيد، أنا أرى أنه نص مختلف عما نقرأه خاصة في الفيسبوك من أشعار، نص متميز بخلفية فلسفية، نص متميز أيضا بخلفيات أخرى ومرجعيات أخرى في الأدب والفن وكل المدارس الأدبية نجدها أو نجد لها صدى في هذا النص. لكن ما أراه أنا أن الخلفية الفلسفية أو المرجعية الفلسفية كانت حاضرة، هذا طبعا يعود إلى التكوين الأكاديمي للصديق أنيس عبيد بما هو أستاذ فلسفة في الأصل، وقد استطاع أن يخاطب في المتقبلية ذاته، فكل ما اقترحه أنيس عبيد يجد فيه القارئ نفسه، انفعالاته، أفكاره، مشاعره، عواطفه، كل هذا يجده في هذا النص الثري والمتميز. الخطاب كما قال صديقي مخلص خطاب أيضا يعني خطاب متميز أيضا بصرامته، بقوة هذا الخطاب، قوة اللغة، لغة سلسة نعم لكنها قوية معبرة. أنيس يتجود يعني عباراته، وأنا كنت شاهدا على ميلاد هذه المجموعة الشعرية وغيرها من القصائد. يعني أنيس كان يختار العبارة قبل أن ينشر هذا النص، يختار أيضا الفكرة يختارها بتجود، لذلك نصه كان مختلفا. وما عنديش في الحقيقة اطلاع كبير على يعني تجارب شعرية، فقط يعني ربما ما يجول في الفيسبوك من أصدقاء الشعراء. أنيس مختلف ومتميز، عن متميز بمعنى مختلف، حتى لا يعني حتى لا يغضب مني بقية الأصدقاء. يعني يبينوا ولا على كل حال مجلس يبينوا، يعني قال لي كيفاش ننشر حاجة يمكن ما تعجبش الناس، كيفاش كل واحد ينشر هكاك اللي يحك راسه ينشر. قلت له لا، النص نص يعني نص أنيس عبيد نص مختلف. ما ذهب إليه مخلص الآن وما قال هو أيضا أنيس، هذا يعبر عن كنه الكتاب، الكتابة المسؤولة. نعم أحسن. الكتابة الإبداعية هي إعادة خلق، هي إعادة تركيب،
الاحتجاج الكاتب إذا ما يحتجش، المبدع إذا لم يحتج على هذا الواقع، الواقع سواء كان سياسي أو اجتماعي أو حتى فني، يعني لا يكون مبدعا. وأنيس عبيد كان مبدعا لأنه مختلف عن تجارب السابقة على الأقل اللي اطلعت عليها. يعني أنيس في الكتاب نتاعو عبر على وضع سياسي ربما هو يعني ما ركزناش برشا في يعني في حديثنا على المسألة هذه حتى في تقديم الكتاب في فندق الحدادين. أنيس ركز على وضع سياسي عشرية يعني أعطى موقفه منها، عشرية انقدها، هذا يعني عشرية كانت صعبة على الشعب التونسي، عشرية كانت صعبة، عشرية أنا نعتبرها عشرية سوداء على الشعب التونسي، وفي الحقيقة يعني ألهمت الكتاب والشعراء أنهم يرفضوا هذا الواقع. رفضناه إيه؟ يعني نحكي على تجربة أنيس وحتى على تجربتي وحتى على عدة تجارب، يعني رفضنا هذا الواقع لأنه واقع كان مرير. والكاتب هنا أو الشاعر كما نحب نركز على أنيس عبيد كان من الناس اللي رافضين الواقع هذا واحتجوا على الواقع هذا. وبطبيعة الحال ما كانش كان سياسي برك، كان زاد قصائد وجودية وقصائد أيضا عاطفية، لأنه ما عادش نقولوا غزلية توا، ما نعرفش علاش استحات الكلمة، وحتينا الدكتور يمكن يفسر لنا من بعد. يعني النص إعادة تركيب للواقع، وهذا الإبداع حسب رأيي أنا، أنه كل فنان سواء كاتب ولا شاعر ولا ممثل ولا مسرحي، يعني الكل ولا يعني رسام يفكك العالم ويعيد تركيبه، يعيد بناءه. وأنيس هذا اللي عمل، أعاد بناء العالم حسب وجهة نظره. وبالطبيعة وجهة نظر أنيس عبيد ما هيش وجهة نظر يعني عابرة، لا، أنيس عبيد شاعر، أنيس عبيد يعني فيلسوف، أنيس عبيد قاري فلسفة ومهم جدا هذا، وقاري شاعر كيف ما كان يحكي، وواضح اللي هو متأثر بالنص القديم وبالنص الحديث، يعني بنص المتنبي وبنص محمود درويش. وانا نضيف له حاجة راهو ربما هو ما هوش يعني واعي بها، انه ايضا متأثر بنص نزار قباني، لانه اللغة في نص نزار قباني لغة سلسة سهلة لكنها صعبة في نفس الوقت، يعني صعب السهل الممتنع. أنيس عبيد بالنص نتاعو سهل ممتنع، وهذا قلت قبل ونعود نقوله، سهل ممتنع، لانه احنا نقول كي تقرأ القصيدة تقول والله انا نجم نقوله الكلام هذا، ليش ما قلتوش بين تقول وعلاش ما قلتوش سم. حكاية قراءة، حكاية اطلاع، أنا مغرم بالقراءة الشعر منذ كنت تلميذا في المعهد الثانوية، تروق لي الكتابة الشعرية، كنت أستمتع حقا معناها بقراءة المتنبي وقراءة محمود درويش وقراءة مظفر نواب وقراءة العديد الحق من الأسماء التي تستفزني وأجد نفسي كثيرا فيها. يعني علاقتي بالشعر هي من جنس علاقتنا بالجمال بالحياة عموما، شيء ما يستفزني ويجذبني إليه هو يورطني في هذا المربع الفاتن. نعم، كيف جاءت فكرة النشر؟ فكرة النشر زمان كنا نكتب الشعر والقصص والمحاولات والخواطر والروايات في الملاحق الثقافية في الصحافة التونسية، عندما كانت هناك عديد الصحف وعديد العناوين الثقافية تهتم الثقافة والإبداع. الآن كيف بدأت هذه التجربة وكيف كانت المحاولات الأولى أستاذني؟ في الحقيقة يعني هي مخطوطات ورقية بالقلم على الورق، كنت أحتفظ بها لنفسي، ثم على
على الميسنجر يعني منظومة التراسل الخاص، كنت أرسل أحيانا إلى بعض الأصدقاء، منهم محمد معلا، منهم طارق الجيزاني، منهم مراد الحياني، الشاعر مراد الحياني، أرسل لهم هذه المحاولات أو هذه المسودات، كنت أسميها في الغالب خربشة، ويعني أطلب رأيهم فيها. في الحقيقة وجدت تفاعلا يعني إيجابيا منهم، إلى الحد الذي معناها إلى الحد الذي وصل بالبعض كما صديقي محمد معلا وطارق الجيزاني أن وضعوني أمام أمر واقع يتمثل في مالي، إما أن تنشر ما تكتبه على صفحتك الخاصة على الفيسبوك موقعا باسمك، وأما فأننا سننقل يعني كوبي كل نص حرفيا وسننشره على صفحاتنا ونوقعه باسمك. نشرت ووجدت تفاعلات يعني إيجابية من طرف عموم الأصدقاء، وخصوصا يعني من بعض الأقلام النوعية، الأقلام العالمة لمثقفين ودكاترة وأساتذة يفقهون في هذا النوع من الكتابة، بما حفزني على أن أكتب وأنشر. فكرة النشر يعني صديقي عبد الوهاب رقيق، الأستاذ عبد الوهاب رقيق، تحية للمناسبة، اتصل بي وبعد عناء يعني اتفقنا على أن يكون ما ينشر افتراضيا يتخذ صيغة ورقية رسمية في كتاب، حاولنا أن يكون أنيقا ومن خلاله نروم أن نضع بين أيدي أصدقائنا الشعراء والمثقفين يعني مادة شعرية تليق بالذائقة الشعرية والذائقة الجمالية عموما. نبدأ من العنوان، لماذا حواس ملوثة؟ لماذا هذا الاختيار على هذا العنوان؟ لماذا حواس ملوثة؟ شكرا على هذا السؤال، كنت أنتظر هذا السؤال في أكثر من مرة. الحقيقة يعني هذا ينسجم مع قناعة لي يعني تتمثل في إجابة عن سؤالتين، لماذا نكتب الشعر؟ لا. ولماذا نكتب من الأصل؟ لماذا الكتابة الإبداعية؟ في تقديري يعني الكتابة خارج ما سأقوله الآن تبدو لي مجهودا عبثيا أو إنشاء عبثيا لا طائل من ورائه ولا قيمة له. فيما تتمثل هذه القناعة؟ القناعة تتمثل فيما يلي، وهي قناعة تنسجم في اعتقادي مع روح الشعر، ولذلك لجأت إليه أو لست إليه. هذه القناعة أن الكتابة يجب أن تكون احتجاجا ضد قبح العالم، هذه القناعة الأساسية. الاحتجاج ضد قبح العالم يعني لو ننزل هذه القناعة وهذه الفكرة وهذا يعني هذا التوصيف في سياق المعيش اليومي التاريخي الراهن، سنقول بأن الكتابة الشعرية اليوم والكتابة الروائية الكتابة الإبداعية عموما لابد أن تحتج ضد كل أشكال التنميط التي يعيشها الإنسان المعاصر، أشكال التنميط التي جرتنا إليها العولمة ثقافيا اقتصاديا سياسيا. نعلم جيدا أن الإنسان المعاصر لم يعد يعبر عن كيانه إلا من خلال كوجيتو لا ديكارتي، مفاده أنا أستهلك إذن أنا موجود، بما يعنيه ذلك من سيادة لقيم التملك وسيادة للقيم المادية، في حين أن نمط الكينونة الحقيقي هو نمط يعني يجب أن ينتصر للماهية الأصلية للإنسان،